هذه الفقرة الناس بتحبها كتير لأنه فيها شوية زقزقة بمطرح معين. خلينا نشوف واتسابك. لا 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 يمكن زقزق غير عالم ما بعرف. الواتساب بيقول يعني الياس بوصعب مع حفظ الألقاب نعمة فريم جبران بيسيل ولادي ايدي معلوف نايلة توين نعم. كلهم بيعطين لك urgent أو ضروري تخبرنا أو تحكينا. بنتي بالأول. بنتك أول شيء. نعم. بعدين حسب الأهمية حسب ما. 100% منتابع رقم 2 عمين بترد رقم 2 وأكيد هالورقة قدامك كمان. نعم. عمين برد. الياس بوصعب قبل نعمة فريم قبل جبران. جبران بيسيل. نمبر 1 جبران بيسيل. نعم. أوكي. والياس دولة الرئيس. وآدي كمان آدي معلوف نعمة فريم ما عندي مشكل معه نايلة ما بعرفها نايلة ما بتعرفها ومتكبرة بتبقى شايفة حالها على الناس مطرح ما بتكون عم تحضرها على الانترنت لا. على السوشيال ميديا لا ما بتتابع مرة حضرتها لا قريت لها شيء هي كتبته كله غلط يعني في أخطاء لغوية وهي رئيس التحرير هلا بشوفها شفتها مرة مع جبران طبعا أكون لو بيعني لي جبران بيسيل يعني مش شيء ما هو بس ما. حرام النهار يعني بتتابع ناس يعني ما بتوافقهم سياسيا او يمكن ما بتوافقهم إيه؟ فكريا طبعا بتابعهم بس عم اقول لك انا في شو البرنامج السياسي اللي بتتابعه هلا ما عم تابع ولا برنامج بعتبر انك هربت لا 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 ما عم تابع ولا برنامج انا بالبيت بحضر فوتبول فوتبول وبس ما يكون في فوتبول مع مين بالفوتبول الناس اللي عم تسمع انا هلأ. بحب المنتخب الانجليزي بحب مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد نعم. اوكي نحن وصلنا بمرحله كمان بطلنا عم نلمس الورق يعني حتى حبيب يونس على الهواء بيمسك تابلت بعتذر يعني بضطر اقول هيك اوكي رح نرجع نمسك الورق ونحس بهيدي الورقه يوما ما مثل قبل هو شو الهدف من الورقه بالاول وين كانوا يكتبوا على الحيطان ولا بالمسمار بالازميل وعلى الاجر وعلى مظبوط هذا وسيله هذا مش هو الاساس انا المهم المضمون المضمون بالورقه بالتابلت التابلت اهون يعني تصور قديش حق الورقه اليوم انا بجيب هالتابلت معي ما بكلف يعني شيء يعني بتقرا شعر وبتستمتع فيه اذا عم تقري على التابلت انا ما بعرف ديوان شعر انا اذا القط الورقه هلا اذا بدي اكتب بدي اكتب سيرج اسمر ما بعرف بقراه ما بعرف اقرا خطي انا القصيده والنص كله بكتبوه على الكمبيوتر دغري ايه يعني انا عم وفر ورقه عليك وعم وفر حبر وعم وفر اذى للبيئه شيك حلو بهيدا التابلت هون ايه هيدي وظيفته هون وظيفته يعني مش مهم الوسيله مهم الثقافه تبعها كيف كانوا يقروا كتب من زمان كان نسخ الكتب طب اليوم صار طب اذا انا وصل لي كتاب طبعا انا بحب اقرا بالكتاب تاخده معك وإما كان في حميمية بيني وبينه بس إذا قدامي وصل لي كتاب وجزء كبير من اللي بقراهن لحضر حلقاتي بيكونوا عن الإنترنت صحيح يعني صحيح. بحضر بشيل عن الإنترنت 200 صفحة 30 صفحة عن الشخص عدا الكتب اللي يكون عنده حتى أقراهم وهيك شو بيسهل علي بعلم بالأحمر بلو هيدا خرج هذا السؤال بشيله بقطعه وبحطه يعني أهون ما أقعد أرجع دق عن جديد لا شغلة كتير مهمة وضرورية